المشير خليفة حفتر يبحث مع رئيس مجلس النواب والحكومة المؤقتة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. سلاح الجو يستهدف مواقعا للجماعات الإرهابية الفارة من خليج سرت. محطة التحلية البخارية بدرنة تعود للخدمة بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية. نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث في بنغازي. أهلا بكم مشاهدينا. ومن عناوين هذه النشرة إلى تفاصيلها، حيث بحث القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، إلى جانب المستجدات على الساحة المحلية والدولية. هذا وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن ذلك جاء خلال اجتماع قد عقد يوم أمس الأحد بمقر القيادة العامة في الرجمة، حيث شدد القائد العام خلال اللقاء على ضرورة وضع حلول تخرج المواطن الليبي من عنق الزجاجة بما يكفل تحسين ظروفه المعيشية، إضافة إلى الاهتمام بملف النازحين والمناطق المحررة مؤخرا، إلى جانب ضرورة العمل إلى إرجاع الحياة فيها، مثمنا كل الجهود المبذولة في هذا الصدد. هذا وثمن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في خليج سرت وانتصارات القوات المسلحة في مدينة درنة واقتراب إعلان تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية. شرعت القوات المسلحة بتسيير دوريات قتالية في كل من دار براك ووادي البوانيس وبراك غيلان وطريق النهر وتقاطع الشويرف بني وليد، وذلك لتتبع ومطاردة فلول الإرهابيين والعصابات الإجرامية الفارة من منطقة خليج سرت وتحت وطأة ضربات الجيش الوطني. هذا وتشهد قاعدة براك الشاطئ الجوية استنفارا أمنيا واحتياطات أمنية مشددة، وذلك بعد ورود معلومات مفادها انتشار المرتزقة الأفارقة والمتحالفة مع ميليشيات المدعو إبراهيم الجذران وسرايا إرهاب بنغازي، بعد تكبيدها خسائر فادحة في الآليات والأفراد من قبل القوات المسلحة في الحقول والموانئ النفطية بخليج سرت. شنت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني 4 غارات استهدفت مواقعا للجماعات الإرهابية في منطقة قلعة السدادة، وأكدت غرفة عمليات القوات الجوية المنطقة الوسطى على أن القوات الجوية قد شنت 4 غارات ناجحة على مواقع الإرهابيين وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مشيرا إلى أن هذه الغارات تأتي تنفيذا للعمليات القتالية الخاصة بمطاردة فلول الإرهابيين الهاربة من منطقة خليج سرت. هذا وأفادت مصادر عسكرية لقناتنا أن طائرات سلاح الجو قد عادت بسلام بعد أن نفذت 4 ضربات مركزة على الجماعات الإرهابية بمنطقة سدادة ووادي بونيس بالجنوب وبجنوب شرق بني وليد. يشار إلى أن غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت تعليماتها بمطاردة فلول الإرهابيين من المرتزقة الذين هربوا من منطقة خليج سرت تحت وطأة ضربات الجيش الوطني. إلى ذلك، أفادت معلومات عن فرار الجماعات الإرهابية وتمركزها في جبال الهاروج. زميل رجب بليد بلو يوضح لنا التفاصيل.
مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم. نستعرض الآن أبرز تمركزات تلك الجماعات الإرهابية بعد طردها من إعلان النفط وعملية الاجتياح المقدس. تم مطارده الميليشيات حيث تمركزت القوات الأفريقية منها والمرتزقة بجبل الهروج. هذه المنطقة هي منطقة جبلية وعرة تتمركز بها الآن تلك الجماعات، تحاول لملمة نفسها من جديد لمحاولة الهجوم من جديد على تمركزات القوات المسلحة حول الهلال النفطي. الآن أيضا سوف نتجه إلى أماكن تواجد الجماعات الإرهابية والذين هم وهم ليبيون جنسية. هؤلاء الليبيون الجنسية هم يتمركزون في هذه النقطة تحديدا بالقرب من بوابة الزادة. هذا تجمعان لتلك الجماعات الإرهابية، لربما هي محاولة لترتيب الصفوف بعد ورود بعض المعلومات التي تتحدث عن تواجد المدعو إبراهيم الجذران في مدينة مصراتة ويقوم بإيوائه أحد الناس هناك. ولكن إلى هذه اللحظة لربما الأخبار تتواتر، وبعد عدة يعني اتصالات بهذه الشخصية نفى نفيا قاطعا بتواجد المدعو إبراهيم الجذران هناك. ولكن الأخبار الأكيد التي تتحدث عن إعادة تمركز لقوات جذران المرتزقة للشدية، هم يتمركزون باتجاه جبل الهروج، والليبيون من الميليشيات الإسلام السياسي يتمركزون في بوابة الزادة. هي محاولة لإعادة ترتيب الصفوف، لربما هناك هجوم قادم، ولكن القوات المسلحة تعزز من تمركزاتها حول الهلال النفطي. وأيضا هناك العديد من عمليات الجوية التي تقوم بها القوات الجوية، وهي بعمليات استطلاع فوق تلك المنطقتين، وكان هناك ضرب لعدة أهداف في الساعات الماضية، ويعني وبحوصلة كاملة لهذه العملية، وهي عملية هروب تلك الميليشيات وتمركزهم خارج الهلال النفطي وتواجدهم بالقرب من جبال الهروج وبوابة الزادة جنوبي مدينة مصراتة. كشف مسؤول لجنة الجرحى بغرفة عمليات تحرير الهلال النفطي ومندوب جرحى الجيش الليبي بغرفة عمليات جدبية والجفرة وسرتة الكبرى في تصريح خاص لصحيفة العنوان الليبية أن الجرحى والشهداء بصفوف الجيش في معركة تحرير الموانئ النفطية قد بلغ 28 شهيد، بينهم شهيد اليوم تم التعرف عليها و40 جريحة. وأضاف مسؤول لجنة الجرحى أن الجرحى بينهم من إصابته خفيفة وتلقى العلاج وخرج من المستشفى، ومنهم من دخل لمستشفى البريغة ومستشفى الشهيد محمد المقريف لتلقي العلاج، ومنهم من تمت إحالته إلى مستشفى بنغازي الطبي، مبينا أن الإحصائية قابلة للتغيير لأن هناك مفقودين وجرحى قيد العلاج. نفى رجل الأعمال الليبي مخلوف دمونة الأنباء التي تناولتها عدد من المواقع الإخبارية حول إيوائه للإرهابي إبراهيم الجذران في منزله. هذا وأكد دمونة في اتصال خاص مع قناتنا أنه ضد أي هجوم على الموانئ النفطية من قبل الإرهابيين. أنا ننفي هذا الخبر نفيا قطعا باتا، لا عندي علاقة بجذران ولا عندي استراحة في الطريق على البحر، وأنا ضد أي واحد يتعدى على الموانئ النفطية. نعم. ولا نعرف إبراهيم جدران ولا عمري شفته في حياتي. نعم، ولكن ولم تجد الإرهاب على تفسير الموانئ النفطية، هذا قوت الشعب الليبي. هذا وأشار مخلوف دمونة أنه لن يأوي أي عنصر إرهابي في أملاكه وأنه ضد الجدران. مستحيل ان الناس نقبل وحدين ارهابيين في بيتي والله في استراحتي والله في ارضي، ابدا مستحيل. طيب سيد مخلوف، برايك في نفي باتا، انا اول مسافر من 10 ايام برا من ليبيا من ثاني يوم العيد، والخبر هذا سمعته امس انا في مصراتة، وهذا الشخص اللي كتب الخبر ليس عندي به اي علاقه، لكن انا متاكد ان من طرف ثاني هم اللي محش الموضوع. وأنا ضد الجدران ديما في أي وقت، ضد الجدران في أي لحظة من الزمان أي واحد. كما أوضح دمونة أن هجوم الجذران هو هجوم قد تسبب في خسائر فادحة لليبيا، وأن الشعب الليبي كله يرفض هذه العمليات الإرهابية، مشيدا بدور القوات المسلحة في استعادتها وحفظ قوت الليبيين. ما نعرفهمش ولا حضرت الدفينة متاعهم ولا عندي بهم علاقة، لا تاجوري ولا أي واحد. أنا عندي علاقة بليبيا ببني ليبيا، أي شخص بيبني ليبيا إحنا معه، ومسكونين الجيش اللي نضرب في حقول النفطية
وسلموها للدولة الليبية، والبترول قاعد يصب ويخدم لليبيا. أخوي الفاضل هجوم الجدران هذا غير شرعي، وهذا تحطيم لخوذنا الليبيين. وبعدين ما هوش أول هجوم جدران، الهجوم تفكير النفط سنتين اللي خلى ليبيا في القضية حذيفة في الحضير، هذه الجدران خسر الحكومة الليبية وخسر الليبيين 200 مليار. وبعدها كيف الموضوع بيتسكم وبتلم بعضها البلد، ولكن هو جدران جاء من جديد وخرب المواني النفطية. ولذلك هذا ما حد يقبله من الشعب الليبي اللي بيبنوا ليبيا، ما واحد يقبل الحاجات دي أبدا. هذا ونشد مخلوف أهالي مصر وليبيا عامة إلى رفض العناصر الإرهابية وعدم دعم أي منها. يعني ما نصحش واحد ليبي عنده شرف على ليبيا يقرب أي عصابة تخرب بيوت الليبيين وتخرب المواني النفطية وتخرب المياه. ننصح أخوت الليبيين رجال الأعمال بضم ليبيا ورفع ليبيا وجلب الناس اللي برا اللي قاعدين في مصر وتونس وديروا مصالحة وروحوا بالليبيين لبلادهم، وهذا اللي نقول أنا. إبان استرجاع القوات المسلحة لخليج سرت من قبل الجماعات المعتدية والمتحالفة مع المعارضة التشادية، وجدت بعض الوثائق التي تثبت تورط بعض الجهات خلف هذا الهجوم موقعة من قبل الإرهابي مصطفى الشركسي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لم يمضي على الهجوم الإرهابي في الأيام الماضية على خليج سرت أيام معدودة حتى أميط اللثام على بعض الخيوط التي كانت مبهمة ضمن المؤامرات التي كانت تحاك ضد القوات المسلحة. الاجتياح المقدس الذي نفذه الجيش الوطني لردع وصد ودحر ومحق الجماعات الإرهابية المتحالفة مع المعارضة التشادية الهاجمة على قوت الليبيين بخليج سرت، كشف من خلال التحقيق مع الأسرى التشادية والقبض على سيارات تابعة لهم، كشف دلائل أولية تشير إلى بعض الأطراف الواقفة خلف هذا الهجوم والداعمة لهذه الجماعات التكفيرية. وجد هذا التصريح الواضح أمامكم في الصورة الذي يخول لراكب المركبة الآلية بموجبه المرور من نقاط التفتيش المهمة الرئيسية لمدينة مصراتة، حيث حدد التصريح لبوابة الكراريم وبوابة الستين وبوابة سدادة، وذكر في التصريح المدعو الشركسي والمدعو محمد بن سعيد، وهما شخصيتان بارزتان في هذا الهجوم على قوت الليبيين. إلى جانب المرور خول تصريح أيضا التمركز داخل مدينة مصراتة. وفي شأن موازي لذلك أكد المتحدث العسكري في وقت سابق في مؤتمر صحفي له القبض على حقيبة تشادي قتل في غارة جوية يوجد بها شعار لوزارة الدفاع هو ذات الشعار الواضح في تصريح السابق، فيما تنصرت بعض الجهات المتهمة والذي يعلم القاصي والداني عداءها للجيش الوطني واستنكارها ونفيها يدل على أنها مؤامرات مستمرة ضد المشروع الوطني. لقناة ليبيا الحدث أحمد الطيب. أجرت المؤسسة الوطنية للنفط تقييما للأضرار في ميناء راس لانوف، حيث قام مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط بزيارة إلى ميناء راس لانوف وبمرافقة فرق الإطفاء والصيانة الذين قاموا بتقييم الأضرار ودراسة المكان عن كثب بغية تقدير الموعد المناسب لاستئناف العمل بالميناء. هذا وأشادت المؤسسة الوطنية للنفط بالمجهودات التي بذلتها فرق الإطفاء والصيانة بعد أن قامت بإخماد الحرائق في جميع الخزانات بحظيرة راس لانوف، وذلك بعد طرد الجماعات الإرهابية والعصابات التشادية منها. كما وحيث الوطنية للنفط القوات المسلحة والجنود الليبيين تضحياتهم المستمرة ودفاعهم عن قوت الليبيين. بارك أهالي ومنظمة جالو للأعمال الخيرية في بيان لهم انتصارات القوات المسلحة في تحريرها للموانئ والحقول النفطية من التنظيمات الإرهابية والمرتزقة الأفارقة، وأشاد البيان بالدور البطولي للقوات المسلحة في سحق سرايا إرهاب بنغازي والمرتزقة من المعارضة التشادية والسودانية. أهالي مدينة جالو ومنظمة جالو للأعمال التطوعية الخيرية يباركون انتصارات القوات المسلحة العربية الليبية بتحرير الهلال النفطي من سرايا إرهاب بنغازي وبقايا قوات الإرهاب جدران والعصابات التشادية المارقة،
بقيادة المنتصر بالله المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، كما يؤكدون على مواصلة دعم الجيش العربي الليبي حتى يتم تحرير كامل ربوع الوطن، كما نترحم على شهدائنا الأبرار ونطلب من الله العلي القدير أن يشفي جرحانا. حررنا بجالو بتاريخ 24/6/2018. هذا وبارك أهالي وعيان وحكماء ومشائخ ومؤسسات المجتمع المدني جدابية الانتصارات المتتالية للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر وانتصارهم على الجماعات الإرهابية في درنا واستعادتهم لخليج سرت من يد الجماعات الإرهابية والمرتزقة التشادية، مؤكدين في بيانهم دعمهم الكامل للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ومطالبين بضرورة ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا للقضاء عليهم. وإذ مبارك الانتصارات المتتالية للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر. الله أكبر. القائد العام للجيش الليبي وكل الضباط وضباط الصف والجنود والقوى المساندة على بور الإرهاب الذي تنهش في جسد هذا الوطن الجريح. فبعد الانتصار الساحق على الجماعات الإرهابية وقرب إعلان تحرير مدينة درنة الجريحة من شراذم الإرهاب التابع للقاعدة، ها هي اليوم القوات المسلحة تسترجع مناطق الهلال النفطي بالكامل من العصابات الإرهابية والإجرامية التي يقودها المجرم المارق إبراهيم الجذران، وسرايا الإرهابيين ومن معهم وسرايا الهاربين ومن معهم من تنظيمات القاعدة ومرتزقة المعارضة الشادية والمدعومة من ميليشيات مصرات المارقة. أصدرت مكونات شباب ومشائخ قبيلة الفرجان بيانا باركت فيه للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بتحقيق النصر على الجماعات الإرهابية في منطقة خليج سرت، وذلك بعد نجاح عملية الاجتياح المقدس التي أطلقها القائد العام المشير خليفة حفتر. هذا وهنأت القوات المسلحة على انتصارها على الجماعات الإرهابية والمرتزقة الأجانب الذين حاولوا السيطرة على الموانئ النفطية القوات الليبيين، مؤكدين في بيانهم مساندتهم ودعمهم التام للقوات المسلحة بعد تحرير مدينة درنة من براثن الإرهاب حتى يتم تحرير أراضي ليبيا من الإرهابيين والظلاميين. بيان المجلس الأعلى لقبيلة الفرجان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة وما تتعرض لها من هجمة شرسة من قبل الحاقدين والطامعين للنيل من ثرواتها ومقدراتها وزعزعة أمنها واستقرارها ومنع قيامها كدولة ذات سيادة، وللأسف باستخدام بيادق ممن باعوا أنفسهم للشيطان وباعوا الوطن بأرخص الأثمان، قافزين على دماء الشهداء، ضاربين عرض الحائط مصلحة الوطن والمواطن، وفي الوقت الذي تتكالب فيه قوى الشر والطغيان للسيطرة على مقدرات وقوت شعبنا الأبي، تلك القوى التي تحالف فيها الظلاميين من تنظيم القاعدة وأنصار الشر والفارين من بنغازي والمرتزقة من المعارضة الشادية والذين عاثوا في الأرض فسادا مدعومين من دول حاقدة وذيولها من العصابات الضالة لتنفيذ مخططهم الإرهابي في السيطرة على ليبيا ومقدراتها، إلا أن جيشنا البطل وقف لهم بالمرصاد وردهم على أعقابهم خائبين مدحورين، حيث تلاحم أبناء الوطن وامتزجت دماءهم الزكية في ملحمة من ملاحم البطولة والجهاد في سبيل الله والوطن، مدافعين عن ثرواته وقوت شعبه. نترحم على من استشهد منهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. تسيطر الميليشيات على عدة أماكن في طرابلس. المركز إطلانتيك الأمريكي الشهير قد قام بنشر تقرير يوضح سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس. الزميل عوض البرغثي يوضح لنا المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. نستعرض واياكم ابرز ما جاء على لسان المركز الاطلنطي الامريكي الشهير حول سيطره الميليشيات المسلحه في طرابلس.
خلال السنتين الماضيتين منذ وصول حكومة الوفاق الغير دستورية إلى طرابلس، اكتسبت هذه الميليشيات نفوذا غير مسبوقة على المؤسسات العامة والخاصة وشبكة إجرام واختلاس واسعة النطاق عن طريق حصولهم على الاعتمادات بطرق غير قانونية كالابتزاز والتهديد بعض موظفي مصرف ليبيا المركزي والذي يتحصل على المصرف عن طريق بيع النفط الليبي. إذا قوت الليبيين كان يذهب بشكل مباشر إلى تلك الميليشيات بحسب هذا التقرير الأمريكي، وعدم حصولهم على مبالغ كبيرة من العملة الليبية بشكل نقدي لأنهم هم من يحمي المصارف التجارية، مما تسبب في شح في السيولة في طرابلس. في الوقت الذي تتغير فيه تشكيل ائتلافات الميليشيات المسلحة في طرابلس بمرور الوقت ومئات الميليشيات، فإن 4 لاعبين رئيسيين هم المهيمنين: قوة الردع الخاصة لواء النواصي، كتيبة بوسليم، كتيبة ثوار طرابلس. تسيطر ميليشيا طرابلس أيضا على المطار الوحيد الذي يعمل في المدينة والسجون ومراكز الاحتجاز المهاجرين والبنى التحتية الرئيسية لأسباب تتعلق بالدفق النقدي، كما أنهم يشاركون في تهريب النفط والإتجار بالبشر وتجارة المخدرات. وقد أدت هذه المشاركة في الاقتصاد غير المشروع إلى زيادة سلطاتهم من خلال السماح لهم بالعمل كمنظمة أمنية وشبكة إجرامية. من بين اللاعبين 4 الرئيسيين فإن قوة الردع الخاصة هي أكثر الميليشيات قوة في طرابلس. ميليشيا لواء أبو سليم تسيطر على حي أبو سليم والمناطق المحيطة بها إلى الشمال والشرق، وتعمل كقوة مكافحة جريمة وبمحاربة تجار المخدرات والكحول في جميع أنحاء الأراضي التي تسيطر عليها كما موضح في الخريطة. لواء ثوار طرابلس ميليشيا تحكم السيطرة على مناطق عين زارة والمناطق الساحلية الغربية المظللة باللون الأرجواني. لواء ثوار طرابلس هو واحد من أكبر الميليشيات في طرابلس من حيث الأفراد والقدرات العسكرية، لكنه فقد نفوذا كبيرا في العاصمة وتلقى الدعم من المؤتمر الوطني العام وتنحاز إليه. ميليشيا لواء المشاة 33 المعروف أيضا باسم البقرة حاولت السيطرة على مطار معتيقة وفشلت في اختراق المطار في محاولة لإطلاق سراح بعض الإرهابيين في السجن. تحاصر القوات المسلحة آخر جيوب الجماعات الإرهابية في مدينة درنا، حيث قامت بإحكام السيطرة الكاملة على جميع مداخل ومخارج حي المغار وشارع الحشيشة التي لا يزال الإرهابيون يتحصنون فيها. المزيد في التقرير التالي. الجيش الوطني يواصل عملياته العسكرية للقضاء على آخر جيوب التنظيم الإرهابي في مدينة درنا، ويقترب كثيرا من الانتهاء كليا وإعلان التحرير الكامل للمدينة. وبحسب مصادر عسكرية فإن التنظيم الإرهابي بات محاصرا داخل حي المغاري وشارع الحشيشة وسط المدينة في مساحة تقل عن كيلومتر مربع. وأضافت المصادر ذاتها أن من تبقى من المسلحين لجأوا إلى حي المغاري ذي الأبنية القديمة والأزقة الضيقة، وقاموا بتدمير البيوت وحفروا الممرات داخلها للتحرك خلالها أثناء الاشتباكات بعد أن عجزوا عن التحرك العلني في شوارع المدينة. ومع تقدم الجيش الوطني وتضييق القناق على هذه الجماعات الإرهابية، سلم بعض أفراد التنظيم المتطرف أنفسهم بعد محاصرتهم داخل الأبنية التي كانوا يتحصنون داخلها. كما أصرت القوات المسلحة خلال العمليات العسكرية بعض القيادات الإرهابية. هذه العملية العسكرية الكبيرة التي أطلقها القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر منذ ما يقارب الشهر لتحرير مدينة درنا من الجماعات الإرهابية، انتقلت مراحلها وبشكل سريع ولافت من مرحلة الاستعداد إلى الهجوم إلى المحاصرة. فها هي اليوم تحاصر هذا الإرهاب وتقترب من إنهائه كليا. لقناة ليبيا الحدث، مجدي عطية. عادت محطة التحلية والبخارية بدرنا للخدمة من جديد بعد انقطاع دام لسنوات وتحريرها من الجماعات الإرهابية التي اتخذتها فيما سبق موقعا لها وقطعت المياه على المواطنين. الزميل حمدي حيلي كان هناك وأعد لنا التقرير التالي. محطة التحلية بدرنا عادت من جديد للخدمة، حيث العمل المتواصل والجهود المبذولة من الجميع، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تكاتف التأمين والتشغيل. إدارة المحطة قامت بصيانتها حيث بلغت الأضرار نسبة ضئيلة جدا، ولكن ما أخر عملية التشغيل كوابل الألياف البصرية التي تضررت بفعل الجماعات الإرهابية التي لم تترك شيء في درنا إلا وعبثت به.
محطة التحلية والبخارية درنا عودة قوية للعمل دون أي قيود أو إرهاب يربك العمل داخل الوحدات فيها، بل عمل المتواصل خلال 24 ساعة من أجل تدفق المياه إلى الأحياء المحررة بإشراف شركة المياه التي تقوم بالتوزيع حسب متطلبات المناطق. بعد مجهودات الصيانة الميكانيكية والكهربائية عادت معظم محطة التحلية إلى 90% وبعد زيارة وزير الموارد المائية المحطة أعطانا بعض الوعود، وإن شاء الله سوف تعود بنسبة 100% إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. درنا تعود وتعود معها الحياة المدنية التي لطالما انتظرها الجميع لسنوات طويلة، وسيكون لطعم الماء هذه المرة نكهة خاصة رغم لا لون لها ولا رائحة، ولكن الانتصار على الإرهاب وتدمير قيود التطرف جعل لكل شيء طعم خاص. لقناة ليبيا الحدث، حمد حيلي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد رضا فريطيس، مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء برئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبر الهاتف من مدينة درنة. سيد رضا، في البداية أهلا بك، وماذا قدمت لجنة الطوارئ لنازحين مدينة درنة في الداخل والخارج؟ سيد رضا، هل أنت في الاستماع؟ السلام عليكم. أهلا بك سيد رضا، يعني تقييمك لأداء لجنة الأزمة والطوارئ في مدينة درنة، وماذا قدمت بالتحديد لنازحي مدينة درنة داخل المدينة وخارجها؟ بسم الله. طبعا اللجنة هي لجنة مشكلة، ما هيش لجنة الأزمة، هي أسمى لجنة المشكلة للطوارئ، لجنة دائمة للطوارئ مشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018. نعم. وتعنى بكافة الأزمات والاحتياجات للمناطق اللي بها توترات على مستوى المناطق الواقعة تحت سيطرة وإشراف الحكومة الليبية المؤقتة. ما يتعلق بمدينة درنة ونتيجة التحرير اللي قامت به قواتنا الباسلة باحتبارا من بداية شهر رمضان المبارك وحتى هذا اليوم، قامت اللجنة بدورها فيما يتعلق بدعم قطاع الصحة، خاصة في مجال الإسعافات الأولية للجرحى واللي موجودة، المستشفيات الموجودة بالأحياء اللي محررة لعلاج الجرحى، إضافة إلى أن دعم القطاع في مجال المياه، الجانب الاجتماعي ما يتعلق بالاهتمام بالنازحين وتقديم ما تستطيعه اللجنة من خدمات في النازحين بالمواقع التي تواجدوا بها خارج المدينة وداخل المدينة. نعم، طيب هل الحكومة سخرت إمكانيات أو قدمت يعني شيء ملموس لمدينة درنة؟ لو سمحت ما فهمتش السؤال، لو سمحت. هل الحكومة المؤقتة قدمت لكم أي إمكانيات أو شيء ملموس إلى هذا الوقت بالتحديد لأهالي مدينة درنة؟ أنت تعرف طبعا في درنة مش وضع احتيادي وطبيعي، وضع حرب يعني، فبالتالي دور اللجنة المشكلة لها علاقة بالأشياء الطارئة والحاجات الأساسية للمواطن، سواء كان مياه، سواء كان صحة، وكان اهتمام بالنازحين وإيوائهم وغيرها من المواد الغذائية المهمة كالسلع الغذائية، المواد الغذائية، السلع التموينية والدقيق للمخابز وغيرها من الاحتياجات الأساسية. ما يتعلق بالصحة طبعا قامت وزارة الصحة من خلال عضو الدائم في اللجنة بتوفير كافة احتياجات المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية للمستشفيات التي تعنى بمعالجة الجرحى وإسعافهم وإحالتهم للمستشفيات المختصة، إضافة إلى أن قطاع الصحة المسؤولين بالصحة قاموا بتجهيز كل ما تحتاجه عيادة الولادة بدرنة، وتم استغلال أحد المقرات القطاع الخاص بالمدينة في حي الساحل الشرقي، وتم تجهيز كل احتياجاته وفتح أبوابه للمترددين. نعم. وهو يعمل لمدة 5 أيام ووفرت له كافة الاحتياجات. طيب ما هي أبرز العوائق التي تواجه عمل اللجنة؟ أبرز العوائق التي تواجه عمل اللجنة هو بعض المناطق تم تحريرها
ولكن لم يسمح للجانب المدني والخدمي بالدخول لممارسه الاعمال بها نظرا خوفا على المواطنين ورجوع الحياه لهذه الاحياء. هي من ناحيه عسكريه حررت بالكامل، ولكن ممارسه القطاعات اعمالها في هذه الاحياء زاد فيها صعوبه الى حين تم التحرير بالكامل والقضاء على الارهاب بالمدينه بشكل كامل. انا نسيت اذكر لك شركه الخدمات العامه كانت كافه تجهيزاتها والياتها موجوده في مواقع الاشتباك بحي الساحه الشرقيه، وبعد تحرير المنطقه بالكامل تم استلام مجموعه من الاليات، وباشرت شركة الخدمات العامة مهام تنظيف الأزقة والشوارع اللي تم فحصها من ناحية من أمنية، من حيث الألغام، من حيث المتفجرات، وشرعت شركة الخدمات بممارسة أعمالها في الأحياء المحررة بشكل كامل. عندكم علم أن محطة التحلية بجهود الشركة العامة للكهرباء ومحطة التحلية العاملين في محطة التحلية وبجهود ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية تم عملها مدة 3 أيام بكافة طاقة إنتاجيتها، وتم تغذية كافة المناطق اللي كانت في السابق محطة التحلية تغذي هذه المناطق كان بشكل طبيعي بشكل اعتيادي. نعم، نحيي مجهوداتكم السيد رضا فريطيس مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء برئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة درنا، شكرا جزيلا لك. وفي شأن آخر، حيث رحب وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة الدكتور منير عصر بقرار وزير النقل السوري علي حمود بإعادة تشغيل الخطوط الجوية السورية إلى ليبيا، وأشار عصر في تصريحات إعلامية أن هذه الخطوة هي دفعة مهمة لعجلة الاقتصاد في البلدين، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، معتبرا عودة الخطوط هي عودة الحياة في البلدين، الأمر الذي سيكون له أثر واضح في الشارع السوري والليبي، كما أكد على وجود مصالح اقتصادية واستثمارية للطرفين. من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة السورية بيانا رحبت فيه ببيان مصلحة طيران المدني الليبي، كما جاء في نص البيان أن الأجواء السورية آمنة والمطارات جاهزة لاستقبال الرحلات الجوية، مضيفة بأن الهيئة ترحب بتشغيل الخطوط الجوية الليبية إلى المطارات السورية. أصدرت عائلات المختطفين في الجنوب الليبي من قبل العصابات الإرهابية الشادية في الفترة الماضية من منطقة جمينس، والتي أدت إلى وفاة الشاب نجيب العجوري من شدة التعذيب والتنكيل من قبل العصابات الشادية. هذا وطلبت عائلات المختطفين في البيان الجهات المسؤولة بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. ودعت قبيلة العواجير المرحوم بإذن الله نجيب مفتاح خبز العجوري لينضم لقافلة الشهداء من شباب هذه القبيلة المعطاة على أيدي الغدر والخيانة في الجنوب الليبي من العصابات الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادا. إننا لا يسعنا كقبائل وعشائر وأسر من قبيلة المعدان والقبائل والزوايد وبندردف وآل بعيو وآل التوهامي المختطفين أبناؤنا مع المرحوم نجيب مفتاح خبز العجوري، إلا أن نقدم عزاؤنا ونعتبر المرحوم من أبنائنا، ونؤكد على ما يلي: دعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير أركان حرب خليفة بقاسم حفتر. اثنين، تعقب المجرمين ومحاسبتهم ومعاقبتهم في كافة تراب الوطن وتقديمهم للعدالة. ثلاثة، دعم وزارة الداخلية والسيد المستشار إبراهيم بوشناف بكافة أشكال الدعم لتمكينه من ملاحقة الخارجين على القانون وملاحقتهم.
وإلى الزنتان، حيث تحتضن البلدية الملتقى الأول للتنمية لرجال الأعمال الليبيين والتونسيين بغرض فتح باب التعاون بين البلدين وإقامة مشاريع استثمارية عديدة داخل البلدية. التفاصيل في التقرير التالي. في بلدية الزنتان أقيم الملتقى الأول للتنمية لرجال الأعمال داخل المدينة، والذي كان بتنظيم غرفة التجارة والصناعة في البلدية وتحت رعاية المجلس البلدي الزنتان، حيث حضر عميد بلديتها رفقة عدد من عمداء البلدية المجاورة، كما حضر عدد من رجال الأعمال الليبيين والتونسيين. تم بدعوة من بلدية الزنتان لحضور ملتقى تنمية وتطوير بلدية الزنتان وبلديات الجبل وباطن الجبل، وكان هذا بحضور عدد لا بأس به من عمداء بلديات الجبل الغربي وكذلك باطن الجبل. الدعوة كانت لرجال الأعمال التونسيين وكذلك رجال الأعمال الليبيين. جاء هذا الاجتماع بعد العديد من اللقاءات والتحضيرات الثنائية بين غرفة التجارة والصناعة بالزنتان والمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين، وذلك من أجل تنمية وتطوير مدينة الزنتان وباقي المناطق المجاورة. وعلى غرار هذا اللقاء تم تنظيم معرض للمنتجات التونسية عرضت فيه العديد من الشركات التونسية منتجاتها، وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين رفقة عدد من المستثمرين. قضينا مسافة بتاع 12 ساعة طريق وجينا من جميع أنحاء تونس وجينا لهنا باش ننفذوا، مش بحكاية كلام، وإن شاء الله اللقاء الجاي نقابلوكم ونكونوا نفذنا المشاريع أو البعض منها. عندنا مشروع المطار الجديد إن شاء الله بحول الله باش نمضيوها مع السيد ميلود معتوب يوم الاثنين، وعندنا موضوع المصفات ذلك كيف عن قريب باش نتموه، وعندنا شركة طيران، وعندنا بنك باش نعملوا بنك لنا في الزنتان. هذوما المشاريع الكبرى اللي باش تصير إن شاء الله بحول الله. يهدف هذا اللقاء الموسع لرجال الأعمال من ليبيا وتونس إلى تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة داخل بلدية الزنتان، كما يتطلع أصحاب الشركات الليبية التونسية إلى إقامة مشاريع واستثمارات عديدة تعود بالنفع لجميع الأطراف، وذلك بوضع حجر الأساس للمنطقة الاقتصادية بالزنتان والتي ستكون من أهم المشاريع داخل البلدية. لقناة ليبيا الحدث، مجدي عضية. أكد مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية العميد مفتاح محمد مجيل عن افتتاح فروع وأقسام الجوازات بالمنطقة الشرقية أمام حجاج بيت الله الحرام لهذا العام. هذا وأفاد مجيل أن جدول التصوير لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام في فروع وأقسام الجوازات بالمنطقة الشرقية ستكون خلال هذا الأسبوع يوم الأحد والاثنين والثلاثاء الأربعاء. أما بالنسبة لجوازات سلوق وجال وشخرة والأبيار وقمينس والقبة وأمرزم ستكون خلال يوم الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع. هذا وأضاف أن جوازات توكرة وشحات والأبرق ومساعد والبريقة وأوجلة ستفتح أبوابها أمام الحجيج في يومي الأحد والاثنين. وشدد مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية على الإخوة الحجيج على ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة. أقام طلبة كلية الحقوق في جامعة بنغازي عرضا لمحاكمة صورية لهذا العام في المحاكم بألوان وأطياف جديدة يتميز بها نخبة من الطلاب بالكلية، والذي سيكون لهم ظهور كبير داخل أسوار المحاكم والنيابات العامة. التقرير التالي والتفاصيل. طلبة كلية الحقوق في جامعة بنغازي أقاموا عرضا للمحاكمة الصورية بقاعة المحكمة الصورية في الكلية، إذ شارك مجموعة من الطلبة في المحكمة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية. المنسق العام للمحكمة الصورية قال بأنه تم عرض المحكمة الصورية ضمن برنامج تدريبي للارتقاء بالمستوى التعليمي بالكلية من النظام التلقيني إلى التدريبي.
محمود العبيدي المنسق العام للمحاكم السورية قال لقد انطلقنا هذا العام في المحاكم بألوان وأطياف جديدة يتميز بها نخبة من الطلاب بالكلية الذي سيكون لهم ظهورا كبيرا داخل أسوار المحاكم والنيابات العامة هذا العام. طبعا تم تكليفنا من العميد الدكتور طارق الجملي بالإشراف على هذه المحاكم، وهي محاكم كانت حديثة في إطارها العلمي والعملي. هذا العام تناولنا محاكم لم تتناول في تاريخ ليبيا، وهي المحكمة العسكرية ومحكمة الأحوال الشخصية، وكذلك بالإضافة إلى مناظرة قانونية إلى جانب المحاكمة الجنائية، وهي محاكمة العام الماضي تكملة لها لهذا العام. يكون لنا أثر جديد وطيب، وهو زرع الطالب في إطاره العملي ووضعه في نموذج العملي. كذلك أن هو تعاملنا نحن مع الطالب في فترة مضت من خلال مكتب المحكمة السورية، تم التنسيق لهم مع دورات أعطيت لهم من النيابة العامة ومن النيابة العسكرية وكذلك من المحاماة. طبعا هذا العام كان عام جديد علينا، باعتبار أن المحكمة السورية أخذت منوال جديد. تناولنا بعد ذلك تدريبات، فها هي اليوم تعرض المحكمة الجنائية، وغدا بإذن الله حتعرض المحكمة السورية العسكرية، وبعدها تكون محكمة الأحوال الشخصية، وننتهي بالمناظرة القانونية التي تجسدها الطلاب في القسم المدني. وأشار العبيدي إلى أنه كانت هناك دورات في فن الإلقاء وكسر الحواجز وكسب الثقة في النفس لدى الطالب القانوني ليكون مهيئا وجاهزا للعمل. لقناة ليبيا الحدث أميرة علي. مشاهدينا، ختام النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. المشير خليفة حفتر يبحث مع رئيس مجلس النواب والحكومة المؤقتة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. سلاح الجو يستهدف مواقعا للجماعات الإرهابية الفارة من خليج سرت. محطة التحلية البخارية بدرنة تعود للخدمة بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية. مشاهدينا، ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة، كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر على موقع القناة الرسمية ليبيا الحدث .net. شكرا للمتابعة مشاهدينا، ودمتم في أمان الله وحفظه.